يعني نجو نشوفوا ستيك هاي يقول لك الاتحاد ندافع على المؤسسات العموميه والوطنيه. مازال ذاك تجي تقرا في ملف ستيك ولا في ملف اي شركه وطنيه توجد مباع، ستيك مباع ماهيش ملك التوانسه، يكذبوا عليكم. شريتها شركه اخرى اسمها كارتاج باور وديونها كلها لكارتاج باور، وهي ديونها في بلادنا بغازنا بنفطنا بفنيينا بشكاده. اي نعم فهمت. ولذلك يعني احنا تونسير يعني كان نحكوا عليها صحيح، يعني اما بعد لي مشكله العمال والحقوق وكذا ونحكوا كمؤسسه ناجحه ولا مش ناجحه وتخدم في القرن 21 ولا ما تخدمش، وهالمطار هذا يخدمها ولا ما يخدمهاش، واحنا وين واش لازمنا نعملوا وندخلوا في شراكه مع طيران اخر افريقي ولا اوروبي ونفتح اجوانا ونفتح كذا ونمشي لاوروبا ونعملوا كذا ولا لا. هذا الحوار يتم، مش تم انه والله حوار هاي نصلحوا قنطره ولا ندخلوا اربعه من الناس يخدموا في البستنه ولا كذا ولا كذا. هذا كله راهو هذا كله اذا كان هم مش عارفين روحهم انه ماشيين نحو الحتف، يعني نحو اعاده المهزله، نحو اعاده يعني 2011، اذا مش عارفين يعني دبروا روسهم، خليهم يمشوا للجحيم. هو البقر لو كان يخبر نفسه لنفسه لو كان ما كانش كله يمشي للمصلحه.